مرحبا وحياكم الله وصلوا على النبي اللهم صلي وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. عرضنا اليوم لكم 681 لوحات اماراتية، طبعا عليه غرفة راح اصور لكم تقسيماتها من داخل. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا شاصية اساسي غمارته مرشوشة قيل ومكينة على الشرط وعلى الفحص. الداخلية ما شاء الله تبارك الرحمن راح اصور لكم من داخل. طبعا اول ما تدخل تقريبا مجلس، ثلاجة، تلفزيون، المكيف، طبعا في دشتين يمين ويسار، وبعده في باب سحب. مكيفة ودروج فوق، وهذا باب يطلع من برا. تقريبا غرفة نوم بس ان السرير مو موجود فيها. شغله من داخل حلو كله بوه. هذا خارج الغرفة، وهذا الموتر ما شاء الله تبارك الرحمن حجمه 26-24، محركاته قيرة ومكينته كلها على الشرط وعلى الفحص، والسمارته جديدة وبيمته جديدة، ينقل على طول اذا عندك امارات يتسجله باسمه. هذه المكيفات حذر، طبعا بيبان اثنين يمين ودرايش، واحدة يمين واحدة يسار، والغرفة فيها واحدة بعد يمين يسار. هذا الداخلية، ما شاء الله على صوت مكينته طيبة ما فيها كلام، غيره طيب. والموتر تواصل معرض وعلى السوم، اللي له نظر نقول مرحبا يتواصل معنا وفاله طيب ان شاء الله باذن الله. الموتر اساسي 100%، حتى شخصيه لا ملعوب فيه ولا مرجع ولا مقدم.